مرحبا بكم، انا باتون نجاوي وانا عصام ايدام. اشتهرت الصين او كما يطلق عليها الان مقاطعه شانسي بثقافه التجاره فيها في جميع انحاء العالم، لذا دعونا في هذا الفيديو نلقي نظره على طرازها المعماري الذي انتشر في شمال غرب الصين والذي يطلق عليه الهندسه المعماريه على طراز الصين. تنقسم الهندسة المعمارية على طراز جين إلى نوعين. النوع الأول مباني فناء عائلة تياو الحضرية، والنوع الثاني هي مباني الكهوف في المناطق المحيطة بشمال شانسي. إن مباني أفنية عائلة تياو الرائعة هي النموذج الأكثر تجسيدا للعمارة التقليدية على طراز الجين، والتي تتكون من أكثر من 300 غرفة في 6 أفنية كبيرة، مما يدل على العظمة والدقة والاستقرار التي تتمتع به مباني أفنية عائلة تياو. ولا تشير الهندسة المعمارية على طراز الجين على مقاطعة شانسي فحسب، بل تشمل أيضا مقاطعة شانسي ومقاطعة تينهاي ومنطقة نينشيا ومقاطعة غانسو. ففي هذه المناطق تعتبر الهندسة المعمارية على طراز شانسي أو جين كما يطلق عليها قديما هي الأكثر نضجا، لذا أطلق على جميعها قديما الهندسة المعمارية على طراز جين. النوع الثاني هو مباني الكهوف بالمنطقة المحيطة بشمال مقاطعة شانسي، حيث عاش الأسلاف الصينيون قديما في الكهوف في هضبة اللوس. والنوع الآخر هو مباني الكهوف في شمال مقاطعة شانسي والمناطق المحيطة بها، حيث عاش أسلاف الصينيون قديما في مساكن الكهوف في منطقة هضبة اللوس، فعاشوا وازدهروا وأصبحوا أقوياء في مساكن الكهوف تلك لآلاف السنين. وحتى مع تغير المجتمع الخارجي، إلا أن مساكن الكهوف ظلت صامدة محافظة على مكانتها المهيمنة في شمال مقاطعة شانسي، كما لو أن مساكن الكهوف اختارت هضبة اللوس، وكما لو أن هضبة اللوس اختارت هؤلاء الناس، مشكلة بذلك إحساسا لفهم ضمني لوحدة الطبيعة والإنسان الذي أثمر عنه مولد أجيال متعاقبة في تلك البقعة من الأرض. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، نراكم في المرة القادمة. إلى اللقاء.